ويقول بالشكر تدوم النعم. يعني كان إذا أخذ المنديل ويحط القطرة تبع عينه يقص المنديل اثنين، كل عين يحط لها واحدة. الأكل لما تحط له بالصحن لا تحط له كثير، يقول لك حط 3 زيتونات 3 تمرات و3 عشان ما نخلي بالصحن شيء ولا نكم شيء من النعمة. فهذا كله تقدير للنعمة، ولأنه عايش الفقر وعايش الحرمان، فهو كان حريص على النعمة من رغم كرمه وعطائه.